جنوب مدينة أكادير وعلى بعد نحو 40 كيلومترا عن مدينة تيزنيت، قبيلة أمازيغية من قبائل سوس الأقصى، مكونة إداريا من جماعتين، ثلاثاء الأخصاص وجامعة تيغيرت، جماعتان تشكلان بالإضافة إلى جماعة أيترخا دائرة الأخصاص الكبرى. بلاد تقع على المرتفعات الغربية للأطلس الصغير على بعد نحو 30 كيلومترا عن المحيط الأطلسي. هضاب تعرض صخورا قديمة تعود إلى زمن ما قبل الكومبري، مشكلة أساسا من صخور كربوناتية تحولت مع مرور الزمن مرمرا فاقت شهرته حدود المنطقة. منطقة كلسية دولومية عرفت في الوسط الاستغواري بكهوفها ومغاراتها المتعددة وبأشكالها الكارستية المتنوعة، فلقد أحصيت بها أكثر من 60 مغارة وضعت لها خرائط وفهارس، لكنها لا تزال تعد بالمزيد. فعلى بعد حوالي 4 كيلومترات عن مركز الأخصاص وحوالي 500 متر شمال قرية إيد عمر الصغيرة الهادئة وبتل يدعى توريرت نعبو، مغارة لم يشملها الدرس والتحليل والاكتشاف بعد، إنها إفر نعبو. مغارة قلما حج إليها المستغورون ليفكوا لبس الحكايات والأساطير التي حيكت حولها، فما أكثر ما قيل عن إفر نعبو. يروي رعاة المنطقة أنه أواسط الخمسينيات من القرن العشرين ألقي بكلب للخلاص منه داخل المغارة عقابا له على عضه أحد صبية القبيلة، ظانين أنه لن يصعد منها أبدا. تلا دارنا تكزين تبيغ يا تفروخت، تبيغ تفروخت ونصبير ناوي تسوغيغا، نيوين سيستايديت، نلوحتين غوغيغا، نلوحتين غوغيغا كان السيمانة تورد تفغغد مش كذا يقرا إلى غان تفغن غوغي غاد نغد من داك هادي سين قبوغي غاد نختسكاين نغد مانيك يسيني نقبوغي غاد سيورتي غيز درد أتنيني فغن غورتي ورتو مولود يا أغني فغوغي غاد. ترى ما مدى صدق هذه الأقاويل؟ وهل تمتد هذه المغارة كيلومترات تحت الأرض؟ إنه ما سوف يثبته أو يفنده أعضاء الجمعية الرياضية للاستغوار بأكادير بولوجهم للمغارة صحبة أعضاء نادي الاستغوار بهضبة الأخصاص، وذلك للوقوف على قيمتها واستكشاف خباياها. تشكل بلاد الأخصاص هضبة قليلة الارتفاع نسبيا، حيث لا تتعدى ارتفاعاتها 1100 متر عن مستوى سطح البحر، وتتميز بكونها هضبة ضيقة ومتقطعة تنحصر بين كتلتين قديمتين هما كتلة إفني وكتلة كردوس، مما يعطيها امتدادا طوليا يناهز 40 كيلومترا من الشمال نحو الجنوب، يجعلها تشرف على سهل تيزنيت شمالا ومنخفض بويزاكرن جنوبا. على الرغم من ارتفاعها وقربها من المحيط، فإن بلاد الأخصاص تتلقى كميات هزيلة من التساقطات
حيث لا يتعدى متوسط الأمطار بها 215 مليمترا سنويا. ومما يزيد من حدة الجفاف بالمنطقة كونها تتكون من ركيزة صخرية تغلب فيها صخور الكلس والدولومي، وهي صخور منفذة. رغم ذلك فإن بلاد الأخصاص تتوفر على غلاف ترابي يسمح بوجود غطاء نباتي كثيف نسبيا يتكون أساسا من شجر الأرغان والدغموس اللذان يشكلان مرعا يتركز حوله نشاط السكان. إن كل الأنشطة التي يمارسها السكان الأخصاصيون مركزة أساسا حول النشاط الفلاحي، نشاط يكاد يكون متخصصا في رعي الماعز وفي زراعة الشعير كلما سمحت الأمطار بذلك، في حين تظل الزراعات المسقية راهنة بتوفر المياه النادرة بالمنطقة. إضافة إلى المجال الفلاحي، تعرف المنطقة أنشطة اقتصادية أخرى هي التجارة واستخراج الرخام. رخام يعتبر بلونيه الأبيض والوردي أحد أجود رخام العالم، لذا نجد مقالع لاستخراجه متناثرة هنا وهناك بين ثنايا جبال الأخصاص. إن سكينة وهدوء قرى ومداشر الأخصاص ووقوف شجر الأرغان تاجا على تلالها وكذا حفاظ أهلها على الطابع الذي يميزهم أمر يسلب لب الزائر ويجعله يتردد على المنطقة باستمرار. ألبير دوبوا مواطن بلجيكي عضو مجموعة البحث الاستغواري بأورتومبليف ببلجيكا، واحد ممن استهواهم المكان بسحره وجماله فصار يزوره باستمرار، بل وربط علاقات صداقة مع أبنائه. ببيدر من بيادر قرية إيد عمر الأخصاصية، ضرب ألبير وأعضاء نادي الاستغوار بهضبة الأخصاص وأعضاء من الجمعية الرياضية للاستغوار بأكادير موعدا لاستكشاف إفر عب الواقع شمال القرية على ارتفاع 996 مترا عن مستوى سطح البحر. Je suis venu un peu par hasard dans la région parce que j'avais eu l'occasion de lire un livre sur l'inventaire des grottes du Maroc qui a été publié à Rabat en 1981. Et alors sur tout le plateau de l'Axas, on renseignait une seule grotte, la grotte des Pigeons. Alors je suis venu la visiter et puis j'avais trouvé que la zone était très lapiacée, il y avait beaucoup de traces de corrosion et de, probablement aussi de grottes. Alors je suis venu l'année suivante et là j'ai commencé à visiter une grotte et puis j'ai rencontré mes amis de l'Axas et alors avec eux on a progressivement visité jusque maintenant environ une soixantaine de grottes. أول مرة كنت نقار هوات، كانت كاي فريات نغيكار نتلي نتاودي دنا الأضواء والشمع نكشم، كانت لي ناودي نخشم على الطباشير ناوي السينتا، نتلي سي فريات أول فري نكاتي دغوانا ندار بيزاكرن، وهرسن بيزاكرن لا. المهم ينظر ألبير دي بوا يزرم مس نتا ما وضوار نايكا يرا يفرم مس يزدرن ديجا كاتي دي يرا داري غولي اسم لاني نفرا داسني فكرة نتصور. المهم المهندس نملا سيفريان ناش كنت نملا سيفريان ضني نغيد اما نغيد دارو دوار نغيد تسمى سيفري موساكرش نكيد منا ويفريات نكا ازياد من 60 مغارد نكا كلشي مس المنطقة. المهم نسكر الجمعية نسكر غالي نسكر اللجنة
البير دي بواي يعاون اسكا الماتريالي فيها كلشي الخير اللي سانتا كواي فيها الكاسكي فيها كلشي يعني يسكريكن غير الخير يفولكن بزاف فيها الاهميه فيها كلشي اللي تحتاجه فيها. تغطي الصخور الكلسية معظم أراضي الأخصاص. هذا الوضع الصخري ساعد على امتداد الأشكال الكارستية السطحية منها والباطنية، مما جعل منها منطقة غنية بالكهوف والمغاور، إذ أحصيت بها ما يزيد عن 60 مغارة. إفرين عبو الواقع على بعد نحو 500 متر شمال قرية يد عمر الصغيرة إحدى تلك المغارات، قرر هؤلاء المستغورون الولوج إليها لسبر أغوارها. تحت الأنظار الفضولية لبعض شباب المنطقة ولرعاة الدوار، يشرع المستغورون في إعداد الترتيبات الأولية الضرورية للهبوط للمغارة. إنها أمور تؤمن سلامة المستغور. لقد اقترن ذكر المغارات والكهوف لدى بسطاء العقول من ساكن المنطقة بعدة أساطير وخرافات، فقد جعلها البعض مسكنا للجن ولمخلوقات من نسج الخيال يقدم لها الذبائح والنحائر، كما اتخذت من طرف البعض الآخر مزارا يزيل النحس وسوء الطلع، فأودع بها الشموع والأثواب والخصل وانتظر أن ينعم ببركة ساكنيها. إن إفرين عبو ككل المغارات كثيرا ما حيكت حوله الأقاويل، إلا أن الشباب من أهل القرية لا يثق بتلك الخرافات، بل تحدى كل ذلك ودخل المغارة لدحض تلك المعتقدات وتفنيد تلك الأقاويل وللوقوف على صدق المعلومات والمعارف. إفريد من أنا أخت كريمكساون أردنتش نشكات صغيرة نفيت كريمكساون أنا غاتي لا غادي إفري أتي فولكي أن لك اللي حنا قيسا يديرني فوقنا غايت عبد الله أي اللي خصني كش منا فيت إن يقن يعمر سي زران أردنت حياة زران أردنت حياة قرعاي نحيت كل شيء زعما اللي كله قيسي لان زير وسي وسان نشكات دار دار أردنت حياة ناوي دينا غاك الزيم ناوي دينا غا الماسيطا ناوي دينا غا كل شيء زعما نعاون سليكيب نغا وصلت ايام ناش كذا نحيد مسجد نحيد البلاصان اللي غيسنوا فيها بعدا اغارس، ولكن اللي غنوا فيها اغارس انا غنسبقوا غير يقصح شويه غنتقمي اساس ناكوي يعني غير يخصك الشريط يخصك الماتيريال باش اساس تاكوي. هذه المغارة عبارة عن غار ضيق المدخل ينفتح عبر فوهة منحدرة بنحو 6 أمتار وبميلان تبلغ درجته حوالي 45 درجة ليتصل ببئر عمودية الشكل يبلغ عمقها حوالي 24 مترا تقريبا.
بعد النزول إلى العمق يقوم المستغورون لاستكشاف المغارة بالصعود والهبوط عبر أروقتها ومسالكها المتشعبة. خلال رحلتهم تلك وقفوا على الأشكال التصلبية التي صنعها تسرب الماء إلى هذه الأماكن عبر السنين. صواعد على شكل أعمدة زجاجية تكونت بفعل تقاطر الماء ببطء شديد من أعلى المغارة، وهوابط متدلية من سقفها تبدو كأنها ثريا بلورية، وتدفقات تصلبية كونتها قطرات الماء المحملة بنسبة من الكالسيت والنافذة إلى المغارة عبر صخورها. في المكان المسمى بالرواق العالي داخل المغارة وعلى الجدار الشمالي نجد تبلورات جبسية تسمى زهور الجبس. إنها شكل من أشكال الجبس المبلر الأكثر شهرة داخل المغارات، وهو ما نجد عادة في الأروقة المعبأة بالطين الحتاتي، كما هو الشأن هنا بالرواق العالي الذي يتواجد بجانب منبع من الكبريتات. إن ما يميز هذه المغارة هو احتواؤها على مادة الأراغونيت، وهي معدن مكون من كربونات الكالسيوم اكتشف لأول مرة سنة 1797 بإقليم أراغون بإسبانيا، ومنها استمد اسمه. إن الأراغونيت الملاحظة تحت الأرض تظهر إلى جانب المغنيسيوم داخل تجويفات مسدودة المسام، فالطمي الذي يغلق الشقوق يغير مسامية الصخور، مما يجبر الماء على اتخاذ مجرى آخر يعرض منسوبه إلى التناقص والتبخر. زيادة على ذلك، فالماء عند اختراقه للطين يحمل معادن مختلفة تساهم هي الأخرى في تكوين مادة الأراغونيت. ويستمر البحث والتنقيب داخل المغارة. في أحد دروبها الخالية إلا من تشكلات تصلبية تمثلها الصواعد والهوابط والستائر، استرعى انتباه المستغورين كومة من عظام متراكمة تثير الاستغراب. إنها عظام حيوانات وأنياب وأضراس إنسانية. ترى كيف وصلت إلى هذا المكان العميق من المغارة؟ ومن جمعها بهذا الشكل؟ ربما تكون السيول هي من جرفتها إلى الداخل فجمعتها ها هنا. أسئلة كثيرة تراود أولئك المستغورين، وبينما هم حائرون يتساءلون حدثت المفاجأة. جمجمة حيوان لاحم يحمل خصائص السنوريات. جمجمة أسد أو فهد بأنياب كبيرة معقوفة أثارت فضول المستغورين. Dans la grotte Tabor, on a eu la surprise de trouver un crâne à peu près de cette dimension-là avec deux grandes canines. On suppose qu'il s'agit d'un carnassier, on ne sait pas encore trop bien à quelle espèce il appartient, peut-être à une panthère, peut-être à un lynx caracal, mais il paraîtrait que ce serait trop petit pour un lynx caracal, donc on pencherait plutôt vers pour une panthère. بعد الدرس والتحليل تبين أن الجمجمة لفهد بانتيرا باردوس. إن الفهود أنواع كثيرة وبونتيغا باردوس إحداها. هذا الجزء من الأطلس الصغير كان من بين مجالات توزيعها.
لقد أكد المهتمون أنه في سنة 1986 تمت ملاحظة هذا الحيوان بجبال الأطلس المتوسط الجنوبية وبالضبط في أعناق منطقة بوتفردا، كما عثر على أكثر من دلالة على تواجده بجبال الأطلس الكبير الأوسط سنة 1993 وبالأطلس الكبير الشرقي حيث تمت معاينة فهد سنة 1993 على السفح الشمالي لجبل تزكزاوت. وها هي هذه اللقى تأتي لتثبت أنه كان يعيش يوما بمنطقة الأخصاص. بعد هذه الزيارة لإفرن عبو تبين أن المغارة محدودة لا تطول إلا أمتارا عدة، وأن ما يقال من أنها تطول كيلومترات تحت الأرض أمر غير صحيح. إلا أن الشيء الأكيد هو أن التصلبات الموجودة بها تعطي منظرا فنيا رائعا وأشكالا جمالية فاتنة، وأن المواد المصنوعة منها جديرة بالدرس والتحليل لمعرفة نوعيتها وأهميتها. إذا كانت المغارات تمتع أنظارنا وتغذي عقولنا، فإن علينا اتجاهها واجبا يفرض المحافظة عليها واستغلالها استغلالا إيجابيا يضمن للنشء مصدرا معرفيا قيما. إذا ماذا تعرفون عن المغارات؟ أولا، من يسكن هذه المغارات؟ تسكن فيها الخفافيس. نعم. والذئاب. هل يجوز تلويث المغارات؟ لا. إذن لا يجوز تلويث المغارات. هذه الأشياء تسمى، نعم هنا؟ خطوط. نعم، يسمى الصواعد والهوابط. أظن أنه قد حان الوقت لتوعية أطفالنا وشبابنا بضرورة الحفاظ على هذه المغارات، خصوصا وأن هذه المغارة لا يخالو زائرها أنه في بقعة في كوكب آخر غير هذه الأرض. وأريد أن أشكر مجموعة البحث واستكشاف المغارات ببلجيكا، مجموعة البحث واستكشاف المغارات أخت أومبليف التي ينتمي إليها ألبير دوبوا، خصوصا وأنها قد ساعدتنا في الميدان بالمجلات والأدوات التي نستعملها في استكشاف هذه المغارات. أدوات استكشاف المغارات. نعم نعم. ما هذه؟ تحميل. ما هذه؟ ما اسمها؟ نعم نعم. إذن هذه، نعم الخوذة. نعم الخوذة. نعم. إذن ما دور الخوذة؟ ما دورها؟ الصدمات. إن منطقة الأخصاص منطقة حبلى بمجموعة من المغارات تنتظر أن ترى النور، فمن يا ترى يستطيع أن يفك أسرها ويخرجها إلى حيز الوجود لتأخذ هذه المنطقة حظها من العناية والاهتمام، خصوصا وأن اكتشاف جمجمة كالتي وجدت بإفرن عبو تدعو إلى المزيد من البحث والتدقيق، لعل بطون المغارات الأخرى تزودنا باكتشافات أخرى أكثر أهمية. Alors cette région est très riche en grottes et je pense que la population locale devrait mettre ça en valeur et plutôt voir les grottes comme étant un allié, quelque chose, un endroit qui peut apporter quelque chose au tourisme. Et non pas un endroit maudit qu'il faut cacher, qu'on a tendance à reboucher, ou qu'on jette des détritus. Donc au contraire, il faut mettre ces grottes en valeur pour le tourisme. La grotte de Tchoul qui est 16 ans, il y a de l'hémia et goudne.
من ناحيه السياح، من ناحيه كل شيء، نسكر الشهر، نسكر كل شيء، نسكر السرسه غارس ان شاء الله يختينا ربي يختار يمك المعاونه. نيري باش اني نيه الحوجه نين نفايت نفايت ديال الحش يستوهمان بزاف، يكاتيف رياض خاصه باش اساس نهتم بزاف، خاصه باش نشوف بوك الوسائل، لانه لقيت نسكر المعلمه اسي تزور ميدنا برا، خاصه غنقفو صفوس خاصه نزر ميدن اللي راه داغي يعاون، ربما غادي الشكل اللي تخدم لكني كان الشكل كان شويه بسيط، ربما تدي شويه مسيو البير دي بوا اللي يعاون بزاف مثلا المساند، ولا نلك من الحشد اللي مول المغرب نك شباب دانا طموحي يقول باش نلك مكان غايا خلاص تيني نداء يكون ما يزرنا يعاون ديك فوسنا باش نلك مية الحش مقر ان شاء الله. إن الواجب العلمي والبيئي يحتمان على كل مهتم بهذين المجالين أن يتجند لتعبئة السكان وتوعيتهم بضرورة استغلال هذه المغارات استغلالا مفيدا كتسخيرها لاستقطاب السياح وجعلها مراكز للأبحاث العلمية وصالات يستوحي منها الفنان قصائده ولوحاته.